أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ندرس على أحد المشايخ الذين عندهم قراءات وإتقان، لكن عنده في سند الإجازة هكذا: عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن اللوح المحفوظ، عن الله عز وجل. اللوح المحفوظ يحذفها ونبهه عليها أنه باطل، أن هذا باطل عن الله. نعم، هذا مبني على ما ذكرته لكم، على ما ذكره السيوطي وهي عقيدة الأشاعرة. نعم. في سؤال يقول: هل يجوز أن أخذ هذه الإجازة أم لا؟ إذا لم يحذف هذه الكلمة فلا تأخذها، خذ من غيره. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.